لست القول لابنة عمنا يا إسماعيل، وإني أربأ بك أن تظلمها، وقد استجارت بك وبوالدي. معاذ الله أن أظلم أحدا، إنما تشددت مخافة أن يأخذها كبر فتعصي زوجها ولا تستأذنه في التصرف في أموالها وهي مأمورة شرعا بذلك. إنما تشددت للعصبية والعادات يا إسماعيل لا للشرع، فما الضير في أن تتصدق بقلادات ورثتها عن أمها لمساكين ويتامى من أهل الفسطاط؟ إنها وصية النبي لعموم النساء يا زهية، بأن لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. بهذا قال إمامنا مالك رحمه الله. كيف هذا وقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. يا إسماعيل، قلبك يرق فتغسل موتى المسلمين رأفة بحال ذويهم، فلا تقسو على ابنة عمنا بغير دليل، وقد لاذت بنا من قسوة زوجها. هل أنتما بخير؟ زي ما تابعنا مع حضراتكم دلوقتي مشهد من مسلسل رسالة الإمام الشافعي للنجم الكبير طبعا خالد النبوي، وكوكبة من نجوم كمان كانوا مشاركين في هذا العمل الهام جدا. الحقيقة أن موسم دراما رمضان السنة دي أظهرت لنا مجموعة كبيرة جدا من المواهب الشابة المميزة اللي لفتت انتباه الجمهور. واحدة من هذه المواهب هي آلاء نصار، صاحبة الظهور المميز والاستثنائي في مسلسل رسالة الإمام. صحيح، كنا لسه بنشوف المشهد بتاعها. آلاء قدمت دور زاهية أخت الإمام المزني، واللي ما يعرفش هذه الشخصية هي واحدة من النساء المؤثرات في التاريخ الإسلامي، لقبوها بالفقيهة الشافعية. النهاردة آلاء منورانا في صباح الخير يا مصر عشان نتعرف على كواليس هذا الدور. أول ما تبلغت بيه استعداداتها كانت عاملة إزاي؟ إزاي قدرت أن تجسد هذه الشخصية؟ آلاء صباح الخير عليك. صباح النور، منورانا. انا مبسوطه ان انا معاكم. ايه الجمال والعظمه دي؟ ما شاء الله عليك. الله يخليك. مرسي. طيب في البدايه احنا عارفين انك محاميه. صح، ويمكن ناس كتيره ما تعرفش بقى الموضوع ده. كنت محاميه. فازاي بقى تحولنا من هذا المجال؟ الاثنين بعاد عن بعض تماما. محاميه فجاه اتجهت للفن والتمثيل ازاي؟ هو كان حلم من وانا عندي 5-6 سنين كده، عمال يكبر ويروح ويجي، بس انا يعني ما قلتوش في اسرتي عشان كان يبقى صعب قوي عليهم انه انا مره واحده ادخل امثل. يعني نسيت الحلم في الطريق وكملت لحد يعني وانا في الشغل. في مره من كتر ما هو عمال يرجع لي انا لقيت نفسي يعني نازله رايحه المعهد بسال من غير ما اخد بالي انا بعمل ايه. الموكلين والقضايا لا يعني الموكلين والقضايا، هو ده اللي ربكني شويه، ان انا كنت بشتغل في قضايا ليها علاقة بالإدارية العليا ومجلس الدولة، وكنت شاطرة جدا في الحتة دي. فكنت كل ما افكر طب ما انتي هتسيبي كل ده بعد ما عملتيه، بس فضل يروح ويجي لحد ما خدت قرار ان انا لا انا هدرس جنبه. لو انا حسيت ان هو ده خلاص، بس كنت اول خطوة انا لازم اتعلم، انا عايزة اتاكد اصلا ما يضلش رايح جاي، لحد ما ابتديت اخد ورش. وفي لحظة كده ما وسط الدراسة قررت انه لا انا هكمل هنا، انا دي اكتر حاجه في الحياه بسطاني. واسرتك ما اعترضتش؟ في منهم ناس تقبلت، وفي منهم في الاول لا انت بتعملي ايه، انت عملتي حاجه كبيره هنا مستقبلك، وفي منهم طبعا اللي هو خايف زي اي اسره مصريه طبيعيه طبعا. بس انا جيت في لحظه خدت القرار واتفرغت بقى للتمثيل وابتديت اتحرك لورش اكتر لمسرح، عشان انا شايفه ان العلم هو الطريق اللي هيفيدني اكتر طبعا. طيب آلاء، واحنا بنتفرج على المشهد دور زاهية دور مش سهل، وأول ما جالك أكيد الترشيح للدور ده أكيد يعني خفتي وتخضيتي طبعا. في الأول فرحتي، بس بعد كده الدور صعب مش سهل، خاصة اللغة العربية. يمكن حد لما بيكون دراما عادية، دراما اجتماعية عادية، بتطلعي إحساسك، بس فكرة اللغة العربية كمان في مشهد لازم تكوني مركزة كويس جدا في النحو ومخارج الألفاظ، بجانب كمان الدور وإحساس الدور اللي لازم يطلع. اول حاجه في دماغك لما ترشحتي للدور ايه؟ هو المفارقه اللذيذه في الموضوع ان انا روحت قابلت استاذ ليس. انا كنت عملت اوديشن مع استاذ ثروت وثلاث شهور كده وكلموني، فلما قعدت مع استاذ ليس هو اصلا كان جايبني الدور تاني، وبعد ما قعدنا واتكلمنا قال لي انت هتعملي دور زاهية. فاللي هو اتخضيت، قعد يقول لي ابتدى يشرح لي في الدور، فابتديت احس الدور التاني كان اسهل شويه. ما كانش لسه قال لي هو ايه اصلا، انا وانا قاعده هو قال لي انت هتعملي دور زاهية.
فحسيت لما ابتدى يشرح وثقل الموضوع اللي هو انا لازم ابقى قد المسؤوليه دي المسؤوليه كبيره وان المسلسل كان فيه شخصيات تاريخيه وشخصيات من واحد دراما فدي كانت تاريخيه فاللي هو انا لازم اقدمها زي ما كانت موجوده او اقرب منها قدر الامكان وخصوصا ان هي عكسي في حاجات كتير فاللغه ممكن تكون كانت بالنسبه لي اسهل شويه عشان الدراسه بالظبط المحاماه برضو بتتطلب ان يكون اللغه العربيه سليمه وانا اصلا خريجه شريعه وقانون فده كان اسهل شويه ودراستي في الازهر بس يعني كان معانا مدقق لغوي يعني انا بشكره جدا استاذ حاتم كان بيبذل معايا برضو مجهود لو في حاجه وقفت بس انا حسيت ان دراستي سندتني في هذا الدور بس من ناحيه اللغه انا كان اكتر حاجه بحاول اشتغل عليها ان اللغه العربيه تبقى من لحم ودم مش فكره ان انا خايفه بس من اللغه لا انا عايزه اطلع اتكلم باللغه العربيه فتحس ان في انا بكلمك بسلاسه مش عامله مجهود حولتها لشخصيه اقرب لقلب الجمهور ده شويه اللي كنت عايزه ابذل فيه مجهود اكتر. طيب في مشهد واحنا بنتفرج دلوقتي جمعك بالفنان خالد النبوي واحنا كنا شفنا له فيديو كده من فتره من الكواليس كده هو بيساعد حد من الممثلين الشباب في الالقاء وفي الاداء يعني هو كمان مهتم بكل تفصيله صغيره وكبيره موجوده في هذا العمل لانه في النهايه النجاح نجاح للكل وبكل تاكيد نجاح يحسب لهذا النجم الكبير طبعا. ازاي كنت بتتعاملي معاه؟ ازاي كان لو المشهد ده مثلا ساعدك في كواليس التصوير مع خالد النبوي عامل ازاي؟ هو بس كان بيساعد كل الناس من اصغر حد لاكبر حد في اللوكيشن. هو انا اغلب مشاهدي اصلا كانت مع استاذ خالد واللي كان كمان يعني لطيف بالنسبه لي وكان يخوف قوي ان اول مشهد انا جيت صوره هو اكشلي هو اول مشهد مع استاذ خالد طلبي دخولي للمسجد فاللي هو ده اداني تحدي وانه انا عايز اعمل احسن من الاحسن حاجه ممكن تطلع وطبعا كنت يعني اول مشهد في حياتي في دراما قدام استاذ خالد النبوي فكنت مخضوضه برضو بس عشان الافكار وما اخرجش بره الشخصيه قررت ان انا زاهيه وانا رايحه بجد للامام الشافعي يعني انا حتى ما تعرفتش عليه اصلا في اللوكيشن غير بعد ما خلصنا اليوم خالص ورجعت قلت له ام سوري والله دي مش قله ذوق انا بس كنت مش عايزه افصل فبسط قوي وقال لي لا وده برافو وانت عملتي كويس ولما عملنا المشهد اصلا يعني اداني دفعه اكتر انه ما عملنا بروفا كان بيقول لي انت عملتي حلو يلا نجود وابتدى يشجعني ويقول لي انت عملتي حلو قوي وطب يلا نجرب مع بعض عظيم. واللي هو ارتحت قوي فحسيت انه اوكي دخلت المشهد بتاخد من تيك وان عشان هو قدر اللي هو يريحني وساعدني جدا وقعد يقول لي طب يلا نعمل مع بعض بعد البروفا ودي كانت اول مره تقابلي فيها الفنان خالد النبوي انا كنت بشوفه حتى في اللوكيشن انا كنت مش عايزه اتعامل ان انا قدام استاذ خالد بجد عشان اقدر امثل لانه يعني انا من ولا قد كده هو نفسي اشوفه طبعا هو ساعدني قوي طيب الاء كلمتك كنت اقول لك يا زاهيه والله دلوقتي الاء انت كلمتي انه شخصيه زاهيه هي شخصيه تاريخيه فلازم اعتقد يعني وجهه نظري صححي لي يعني لازم كمان تغوصي في الشخصيه اكتر تعرفي ابعادها التاريخيه قبل ما تدخلي تمثيليه وابعد حتى من اللي مكتوب في الورق وهل عملتي كده ولا اكتفيتي او الورق كان كافي ان انت تقدمي الشخصيه هي شخصيه زاهيه او هي ما كانتش ليها اسم اصلا معروف في التاريخ هي اسمها ام احمد هي كانت شخصيه مهمه جدا لان هي اول يعني امراه دخلت فعلا مسجد عمرو بن العاص وطلبت بالتعليم فدي كانت حاجه قويه قوي وهي كانت اخت الامام المزني وكان يعني البحث التاريخي استاذ علاء طبعا كان جايب لي كل المعلومات عنها بس ما كانتش مذكور ليها حاجه كتير قوي في التاريخ هي فيما بعد بقت والده الامام الطحاوي وده اكتر امام يعني نشر علم الامام الشافعي بس ابتدى اكمل بقى الهيستوري بتاعها ايه اكتر حاجتين محركه الشخصيه دي فكان اكتر حاجتين منورين قوي ودي حقيقه كانت موجوده ان هي عندها نهم رهيب للعلم وان هي يعني بتبقى عايز تاخد حق المراه وحق غيرها في التعليم فخدت الخطوه دي خطوه لو انا زمان اللي هو خطوه جريئه جدا اروح للامام الشافعي واطلب ودخلت ودرست ويعني هي ليها فضل ان بعد كده في كل هذه النساء يعني عرفوا يتعلموا عشان كده شخصيه كانت مؤثره يعني جدا في الحقيقه وفي كمان في المسلسل وده كان خاضدني ان انا عايزه اقرب لها قوي يعني اقدر اقدمها بالشكل اللي هي تستحقه لان هي عملت حاجه كبيره في وقتها وضد العادات والتقاليد وكمان كانت بتروح بالحجه يعني مش فكره انا عايز اتعلم وخلاص فكان عندها نهم شديد للعلم وده كان محركني طول الوقت. طيب ده كويس جدا انت اشتغلتي مسرح اشتغلت تمام مسرح. ودايما يقولوا كده ان الممثل اشتغل مسرح فهو يعني عنده الاساسيات المهمه جدا يقدر يشتغل بعد كده دراما او سينما الدنيا تمام بالنسبه له يعني مظبوط مظبوط. طيب عايزين نتكلم شويه عن بدايتك في المسرح كانت عامله ازاي؟ بس انا كنت ابتديت اخد ورش عاديه
تعليم عادي مش مسرح، لحد ما دخلت في ورش ونتج عنها عرض مسرحي مع لوك لينر طبعا. يعني اللي ساعدني اكتر كمان احنا عرضنا اصلا في شهر 2 مسرحيه حلم ليله عرض، كان كنت بلعب فيهم اربع شخصيات ملهمش دعوه ببعض. فده اداني قوه انه لما رحت اللوكيشن وابتديت لا انا تمام. شخصيات ايه طيب قولي لنا؟ انا مش عايزه احرق له المسرحيه. طب قولي يعني الفرق بس ما بين عكس بعض. كان في بنت مثلا بتلعب دور اصلا هي جوه الورش بتبقى عامله ازاي عشان عايزه تمثل. دور بنت في صراع نفسي مع والدتها، ودور بنت يعني بتوجه البطل طول الوقت لحاجه هو بيحبها. كنا دايما نقول ان هو صعب على الممثل ان هو يشارك في عملين في نفس الوقت، مثلا يروح يصور هنا شخصيه مش عارف دكتور ويجي يصور هنا شخصيه مجرم، بيبقى صعب. لكن في نفس العمل نفسه قدمتي كذا دور، عشان كده دايما نقول ان المسرح هو الاساس، هو اللي بيعلم بجد. ده حقيقي. بس انا عايز اشكر استاذ لوك لان هو ساعدني جدا يعني في حاجه شبه دي، ان هما ما كانوش بجد ليهم علاقه ببعض، فلما جه المسلسل بعديها فحسيت انه ماشي انا، اداني قوه كده وجرأه ان انا اكمل. فلولا الخطوه دي بيتهيألي ما كنتش هبقى عارفه اعمل ده بشكل كويس بصراحه يعني. طيب انا عارفه يعني في ناس كتير جدا شباب زيك بيبقى حلمهم فعلا ان هم يدخلوا التمثيل، بس ما بيبقوش عارفين يبتدوا منين. وانت قلتي انت درستي حقوق واشتغلتي فعلا، امتهنتي الحقوق فعلا. احكي لنا كده بقى قصتك. يعني انت خلصتي، انت قلتي قررتي انت تروحي ورش تمثيل، وبعدين وصلنا للاوديشن، وبعد كده شفنا زاهية وفي مسرح، بس اكيد كان في النص خطوات عشان توصلي لده. صح. بصي هو كمان انا عايز اقول حاجه، هو الاوديشنز لا انا بقالي 3 سنين بعمل حاجات طبعا هي مش سهله اكيد، فلا انا يعني كانت بتقرب وكانت بتبعد، فهي مش هتبقى سهله يعني. انا كنت باجي في النص بفقد الامل زي احد، وبعدين طب هكمل. فهو الاستمرار، انا شايفه انه الاستمرار والصبر السعي طول الوقت وانه لا يعني جه اوديشنز لا مش هنزل، لا انزل انت ما تعرفش يعني. انا لما عملت اوديشنز مع استاذ ثروت لا هم كلموني بعد 3 شهور بعد ما المسلسل اتعرض. فانا شايفه انه يعني انت عايز توصل ما تبطلش سعي، ما تبطلش تعليم، هم دول الحاجتين اللي طول الوقت بفكر نفسي بيهم، بفكر بيهم اي حد ممكن يبقى بيقول لي انا هعمل ايه. بس هو من غير تعليم انا حاسه انه انا هبقى لا مش واقفه على ارض صلبه. يعني انا شايفه ان الحق في المحاماه خلاص، لا انا خلاص انا متفرغه للتمثيل خلاص. في لحظه ما اتاكدت فلا يعني طيب. بعلم نفسي طول الوقت. ده كويس. الشخصيات التاريخيه او الاسلاميه اللي بيجسد هذه الشخصيات بيبقى عنده نهم اكتر لتجسيد شخصيات اخرى ايضا تاريخيه واسلاميه، ولا انت خلاص اكتفيتي بهذا يعني بالجزئيه دي، وعايزه بقى يعني تدخلي بقى في تادي دور طبيبه، تادي دور ام، تادي كده؟ انا عايز ادي كل حاجه. اي حاجه هتقولها هتلاقيني عايز اعملها دلوقتي. مش فارق معايا هطلع ام او هطلع ايه، بس انا عندي طاقه ان انا عايز اعمل الحاجات وكلها تبقى عكس بعض. مش عايزه اتحط في حته واحده، مش ان انا عايزه تتصنفي، لا مش عايزه اتصنف، لا من ناحيه ان انا ممكن اعمل ام عادي جدا لحد عنده 9 سنين ما عنديش مشكله. يعني فكره العمر او فكره الشخصيه لا، انا عايزه اعمل كل حاجه. انا عندي طاقه اعمل كل حاجه. طب خلينا نروح نشوف المشهد ده ونرجع نكمل كلامنا معاكي تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا امام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل لي ان اسال سؤالا؟ تفضل. احسب ان حلقات العلم والدرس في الجامع الكبير للرجال والنساء على حد سواء، اليس كذلك؟ وانت ما رايك؟ طلب العلم حق وفريضة على كل مسلم كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وثابت أن النساء حضرن مجالس النبي الكريم، بل إن امرأة لم تكتفي بحضورها وغيرها إلى جانب الرجال مجالسه الشريفة، وطالبته صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما يعلمهن فيه مما علمه الله، كما جاء في حديث الصحابي الجليل أبي سعيد الخضري رضي الله عنه. أحسنت بارك الله فيك. إذن هل توافق على أن أنضم إلى حلقة درسك لأتزود من علمك؟ أدخل إلى الصلاة وتأتيك الإجابة غدا. هذا بيت الله مفتوح للمؤمنين والمؤمنات. فقط أنا حريصة دائما على أن ألتزم أمر الشرع في ملابسي. بارك الله فيك، ولكن أطيلي الأكمام قليلا. ما اسمك؟ زاهية. زاهية ابنة يحيى بن اسماعيل. اسمحي لي. كلمينا عن كواليس المشهد ده بقى يا آلاء. انا بقى كنت داخله المشهد ده اللي هو عماله اقول
انا في مكان لازم ابقى يعني عند حسن ظن المخرج، انا لازم اعمل كويس قوي، واللي هو ما بين ان انا مخضوضه وما بين انه انا زاهيه. انا في لحظه بقيت زاهيه بجد، بقيت حاسه ان انا عايزه ادخل المسجد، انا عايزه انا عايزاه يدخلني. بدانا المشهد ده في الاول بروفا، كان استاذ خالد حتى وقف البروفا ويعني اداني مجامله لطيفه جدا وقعد يقول لي انت شاطره، واستاذ ليس قال انا خلاص انا كده ده تمام بالنسبه لي. ابتدى يقول لي استاذ خالد بقى قعد يقول لي انا بقى عايزك مرتاحه ومش مخضوضه من حاجه، وقعد يعني انت رايقه، انت اصلا حاسه انك شخصيه هاديه ورايقه كده يعني، فاعتقد انه هو سهل. هو كان ليه فضل بصراحه ان انا هديت في المشهد ده قوي بعد البروفا بامانه، وقعد يقول لي تعالي نعمل احلى حاجه ممكن تتعمل، احنا انت خلاص كده عامله المطلوب منك، بس احنا ممكن نجود. اول بقى ما قال لي احنا ممكن نجود وانت عملتي كويس، واستاذ ليس اتبسط من البروفا. انا اللحظه نسيت ان انا قلق بجد ودخلت جوه المشهد وعملته وانا مرتاحه، وحسيت ان انا بجد زاهيه يعني في لحظه ما انا عايزه ادخل المسجد. انا عايزه اتعلم زيهم. بس اتبسطت قوي لانه يعني هو تاخد تيك وان، فدي كانت حاجه يعني من اول مرة. من اول مره تاخد اول مره سوري. فانا اللي هو طيب تمام انا اقدم مسؤوليه، انا ما جيتش هنا انا هقدر اكمل الدور للنهايه. كلمي نفسك. بعد ما خلصت المشهد، وده اداني دفع اصلا انا قدرت اكمل باقي المشاهد في المسلسل بصراحه وانا مرتاحه، وده فضل كبير قوي لاستاذ خالد. انا ما كنتش اعرف اعمله غير لما هو كان يعني اللي هو ريحني، لانه كان في مشاهد ثانيه معاه فكنت انا مخضوضه. بس لا يعني انا طيب. بشكره. بعد النجاح بقى اللي حققتيه في هذا المسلسل، حسيت انك اخترتي صح؟ يعني في ناس دايما بيكونوا مشوشين او لسه ما اختاروش طريقهم او مشوا في طريق بحسب الظروف فرضتهم عليه، زي ما انت قلتي انت كنت محاميه لكن كان عندك حلمك ان انت توصلي للتمثيل وتدخلي مجال الفن، حاسه في التوقيت ده فعلا انك اخترت صح؟ وحاسه ان انا مبسوطه اصلا انا مشيت الطريق اللي وصلني لهنا، وبالعكس يعني الشخصيه خلتني اخد بالي انا هعمل ايه بعد كده. لانه يعني انا يعني الفضل ده في ده الاستاذ ليس الصراحه، يعني اداني شخصيه بجد كانت شاطر الحقيقه، مكتوبه حلوه قوي وطلعني بشكل يعني هو ليه فضل في اللي انا فيه حقيقي. فاللي هو طب انا هختار ايه بقى المره الجايه؟ انا ما ينفعش انزل عن اي حاجه يعني بره التقل اللي كان مكتوب في الشخصيه، فده محيرني انا يعني مخضضني شويه اللي هو طب هعمل ايه الستيب الجايه؟ لانه انا بدات انا شايفه ان يعني استاذ ليس قدمني تقديمه انا الصراحه ما كانش في بالي ان اول دور الصراحه هيتقدم بهذا الشكل من الثقل كمان في الكتابه. فحسيتي انت عندك مسؤوليه ان انت ما ينفعش تقدمي اي حاجه بعد كده. لا ما ينفعش كمان يعني تبقى فيها يعني هتداني احساس بالمسؤوليه انه انا اركز قوي انا هعمل ايه بعد كده. فيعني انا عايزه اشكر استاذ ليث والله لهذه التقديمه اللي انا ما كنتش احلم بيها. هو عمل هاي الحقيقه طبعا، والمخرج ليث حجو يعني مخرج كبير جدا طبعا جداً. طيب لو هسالك عن ردود الافعال بقى، يعني انت بالفعل استقبلتي ردود الافعال من نجم كبير طبعا خالد النبوي كمان من المخرج، بس ردود الافعال الناس في الشارع عامله ازاي؟ ردود افعال اسرتك عامله ازاي؟ صحابك؟ بصي انا كنت بصور اصلا من نص رمضان، نزلت اصور المشاهد ورا بعض، ابتدى يجي لي ردود افعال من السوشيال ميديا، فده كان فارق قوي معايا. وبعدين في كومنت معين وسط التسجيل بسطني قوي وانا بصور، في حد دخل كتب هي الممثله دي مثلت الدور هادي قوي، هي اكيد الفقيهه هتبقى كده يعني، هي ما بعدتش واكشلي انا مش شخص هادي. فده حسيت ان انا خرجت بره قلق. عشان لسه بقولها دلوقتي انت شكلك هادي، فاعتقد ان كان بالنسبه لك الدور سهل. مش شخص هادي خالص لا. فانا حسيت انه انا عرفت اوصل لها، فانا حسيت انه تمام اتبسطت قوي. مقنعه. اتبسطت قوي لانه ده يعني انا حسيت في لحظه ان انا خرجت برايا وده وصل لو الشخص، فانا نجحت فكنت مبسوطه قوي. واضح ان انت خرجتي براكي كمان تاني النهارده. افتكرك هاديه. والله. طب بالنسبه لاهلك اللي كانوا رافضين الفكره من البدايه بعد نجاح هذه التجربه؟ بص هي التجربه دي بالنسبه لهم هم منشقين الاثنين، ناس مبسوطه لسه برضه لحد دلوقتي؟ لا بص هو التجربه دي بالنسبه لهم هم كانوا شايفين ان انا عملت حاجه بسطتهم، وهي اصلا يعني لو هنتكلم بجد هي اصلا مش بعيد عن دراستي، هي كاني انا خدت حد من هذه الدراسه ومثلته. بس هم ما زالوا قلقانين، مش يعني مش هينفع نجمل الحقيقه. بس هم اطمنوا شويه مع هذا يعني حسوا
ان مش كلام، هي عندها حاجه عايزه تعملها انت بجد. انت موهوبه فعلا واثبتت ده بنجاحك في المسلسل. طبعا احنا بنشكرك، شرفتينا ونورتينا، وكل التوفيق ليكي في اللي جاي. طبعا بكل تاكيد اللي جاي النجاح لازم يكون اللي بعديه نجاح اكبر واكبر، لان الناس اكيد اتعودت على كده. انت اتعودتي على ان انت تنجحي وتسمعي ردود افعال كويسه، وفي نفس الوقت الجمهور نفسه لما بيشوف حد وصل لمكانه وبيعجبه بيبص له بصه اعجاب، بعد كده بيستنى منه الجديد اللي بعد كده ايه، فما ينفعش ينزل على كده. فطبعا بنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي طبعا. ميرسي جدا. انا شرفتينا ونورتينا. انا اللي شكرا، يعني اتشرفت بيكوا جدا. شكرا ليك. نورتينا. شكرا ليك.